أحد الأفكار الأساسية جدا في الإلكترون سكاننج هي إزاي إن إحنا نعمل بيم فورمينج. يعني إيه بيم فورمينج؟ يعني أنا إزاي أعمل فوكسنج على نقطة في اتجاه معين، أو إزاي إن أنا أخلي البيم فوكس عند نقطة معينة. هي دي الحاجة الأساسية اللي بنحتاجها في الإلكترونيك بيم فورمينج. فالفكرة الأساسية إن إحنا لو عندنا دي مثلا فوكال بوينت، الفكرة الأساسية لو إحنا يعني بنستقبل إيكوز من النقطة ديت، الإيكوز دي هيبقى فيه اختلاف بينها وبين بعض في التوقيت نتيجة لاختلاف الباث لينث، يعني طول المسافة من هنا لهنا أقصر بكتير من طول المسافة من هنا لغاية آخر إليمنت هنا. فبالتالي الإيكو هيوصل من النقطة دي هنا ومن النقطة اللي بعدها هنا من الأري إليمنت التاني هنا وهكذا لغاية لما نوصل في الآخر، يبقى في ديلي أكتر بكتير في الآخر خالص زي ما إحنا شايفين هنا كده. علشان نقدر نريستور الفول إيكو، يعني يبقى البيم بتاعنا يبقى فوكس عند النقطة دي، لازم كلهم يوصلوا في نفس الوقت. فعشان يوصلوا في نفس الوقت بنحط variable delays، يعني نحط delays هنا كده بحيث ان احنا نعمل delaying للحاجه اللي هي جايه بدري، بحيث انها تبقى في الاخر in phase مع الحاجه اللي جايه متاخر. والديلايز دي بتعبر عن فرق الاطوال للمسافات اللي بين الاليمنتس وبعض بالنسبه لنقطه الفوكال بوينت. فبالتالي بعد ما بنحط الديلايز اللي هي الفوكسنج ديلايز، او يعني بنسميها بقى البيم فورمينج ديلايز، بيسكلي بيبقى في عندنا كل الايكوز اللي جايه كلها مع بعض، بتبقى جايه كلها ان فيز، وبالتالي لما نجمعهم مع بعض يطلعوا لنا اوتبوت سيجنال تبقى قويه جدا، وبالتالي النقطه دي بتبقى ان فوكس. لو حصل ان احنا جمعناهم بالشكل ده كده، هيطلع لنا مجموعه من الايكوز، ايكوز تبقى اطول شويه بس كلها ضعيفه جدا، اضعف بكتير من التوتال لو انا جمعتهم كلهم هم ان فيز. التكنولوجي دي الحقيقه بنسميها ديلي اند سام بيم فورمينج، ودي الحقيقه بتبقى الفكره فيها ان احنا بنميك شور ان الايكوز فروم فوكال بوينت ارايف، all the echoes arrive at the same time، يعني كلها بتوصل في نفس الوقت. بنحط الديلايز دي بيزد على ان انا عندي هنا فوكال بوينت في مكان معين، بحسب انا فروقات المسافات اللي موجوده عندي وبعوضها هنا في الديلايز بحيث ان هم كلهم يوصلوا في نفس الوقت. طبعا احنا الفروقات بتاعت الديلايز دي بتعتمد على سرعه الالترا ساوند في الجسم. عادة احنا بنأسيوم دايما سرعة الالترا ساوند في الجسم هي ثابت بيساوي 1540 متر بير سكند. ده الحقيقة يعني حاجة ما نقدرش نعمل فيها حاجة، يعني دي حاجة كل أجهزة الالترا ساوند بتعملها assumption. بتبقى طبعا في variations في سرعات الالترا ساوند عند different people، يعني different patients أو different conditions، بس ما نقدرش نعمل حاجة فيها لأن احنا لازم نأسيوم it. فعامة ممكن نلاقي عندنا بعض المشاكل اللي هتظهر نتيجة لحاجات زي كده. طبعا الشكل اللي احنا عاملينه هنا ده كده، ده بيتعمل عن طريق انالوج سيركتس. يعني بيبقى في عندي ديلايز بتبقى انالوج ديلايز، بيبقى في عندي هنا انالوج ادر بيجمع لي السيجنال دي مع بعض، وبعد كده في الاخر بعد ما بحصل على السيجنال النهائيه دي بحولها بقى وادخلها جوه الكمبيوتر. دي التكنولوجي اللي هي القديمه اللي احنا بنسميها انالوج بيم فورمينج. التكنولوجي الحديثه دلوقتي هي الديجيتال بيم فورمينج، اللي احنا فيها على طول بناخد السيجنالز بتاعتنا. اول لما بيجي لنا السيجنالز من الكريستلز، مجرد بس بكبرها شويه واخدها على طول، يعني اخدها على طول على انالوج ديجيتال كونفرتر. بمعنى ان انا باخد كل اللي هي الشانلز بتاعت الاري وبحولها تبقى داخل الكمبيوتر، وداخل الكمبيوتر بقى انا ممكن اعمل موضوع يعني الديلي دي باشكال ابسط بكتيره طبعا، نتيجه ان انا عندي يعني الكمبيوتنج بيبقى يسمح لي ان انا اعمل الكلام ده بطريقه ابسط بكتير، ومش محتاجه يكون في عندي اكسترنال هاردوير. فدي الحقيقه بتخلي الديلايز اللي احنا بنحطها تبقى مور اكيوريت، لان احنا الديلايز اللي هي موجوده في الانالوج بيم فورمر الحقيقه بتبقى لها قيم محدده، ما هياش قيم تقدر تاخد اي قيمه، وبالتالي بيبقى عندي الكنترول عليها ما بيبقاش اكيوريت، يعني معنى ممكن يبقى فيه اخطاء في الديلايز ديت، وبالتالي الفوكسنج نفسه ما يبقاش اكيوريت. بعكس الديجيتال بيم فورمينج اللي انا اقدر في الديجيتال بروسيسنج اقدر احط الديلايز بالاكيوريسي اللي انا عاوزها. وبالتالي احنا بنتكلم على التكنولوجي بتاعت الديجيتال بيم فورمينج، هي ان انا باخد السيجنال على طول، كل السيجنالز اللي جايه من كل الشانلز، وبعمل موضوع الديلي اند سام ده بعمله داخل الكمبيوتر. بيبقى عندي الديلايز بيبقى ديجيتال ديلايز، تتعمل بقى باي تكنولوجي، ممكن تعمل يعني بطريقه الفايف وممكن تعمل بطرق اخرى، بس في الاخر بيبقى في عندي ديجيتال ديلايز وعندي ديجيتال اديشن. في الاخر بيطلع لي الاوتبوت سيجنال بتبقى طبعا داخل الكمبيوتر بتبقى ديجيتال برضه. فاحنا الديجيتال بيم فورمينج هو بنتكلم على ان معظم الاجهزه الحاليه بتشتغل بالتكنولوجي بتاعت الديجيتال بيم فورمينج. يعني بنتكلم مثلا من 20 سنه مثلا ولا حاجه كان الانالوج بيم فورمينج هو اللي دوميننت. في الوقت الحالي ممكن اقول الديجيتال بيم فورمينج هو اللي دوميننت،
وبنتكلم ان احنا طبعا كل ما كان عدد الشانلز اللي احنا بناخدها كل مره، كل ما مثلا باكواير مثلا ب 16 يبقى احسن من اكواير ب 8. لو انا باكواير ب 16 اليمنت من الاري يبقى افضل من انا اكواير ب 8. نمبر اوف شانلز في الاري اللي انا بعمل بيه اكوزيشن، او الابتشر يعني الابتشر لينث بتاعي، يعني اللي هو عدد الاليمنتس في الابتشر ده، بيحدد لي الكواليتي بتاعت الصوره. لان انا يعني لو بتخيل كده ان انا بحاول اعمل حاجه شبيهه بالفوكسنج اللي موجود عندنا باستعمال اللينس، انا عايز اخد عدد كبير من الاليمنتس عشان اقدر اعمل very accurate يعني simulation لشكل اللينس عامل ازاي. فبالتالي كل ما عدد الشانلز في الاكوزيشن كان اعلى، كل ما كان الجهاز ده الكواليتي بتاعته اعلى. طبعا احنا بنتكلم حاليا ان الافريج الترا ساوند سيستم بقى فيها 32 شانل، في حاجات اللو اند بتبقى 16، حاجات الاعلى شويه ممكن تبقى 48 او 64.